اول <سؤال> باخواننا المصريين من غير ما نوجه رساله يعني ما كانش مشكل يعني ما في اي مشاكل صراحه علاقه الجزائر ومصر اكبر من هذه الامور وعلاقه اخوه من زمان اكيد يعني ولكن هذه مناسبه أن الناس تطور يعني العلاقات اكثر والناس يقربوا من بعضهم اكثر نتمنى ان شاء الله اهم شيء يعني نكونوا في المستوى باش نفرحوا الناس ان شاء الله بكره اكيد مباراه خاصه يعني الدربي مغاربي ولا الدربي شمال افريقيا دائما مبارياتنا مع مصر تكون عندها طابع خاص ان شاء الله اهم شيء نقدموا يعني انفسنا أنه المنتخب هذا يعني جاي البطولة إن شاء الله باش يعمل شيء ويتوج بالبطولة إن شاء الله بكرة نفتح العداد <applause> لا ما الشناوي اكيد حارس كبير وحارس يعني على مستوى عالي ولكن ان شاء الله بكره نتمنى التوفيق اكيد للجميع ونخرج ان شاء الله يعني فايزين في المقابله ان شاء الله لانه هو هدفنا من الاول أن نكونوا على يعني متصدرين المجموعه الحمد لله على التاهل ونهني المنتخب المصري على التاهل وعلى المستوى اللي راهو يقدم فيه المباراه تاع الغد راح تكون صعبه ضد منتخبين اللي دائما تكون يعني قوه ونديه في المواجهات بينهم ان شاء الله يعني شاءت الصدف ونتلاقى يعني في يعني هنا في مونديال العرب وراح نتنافس على صدارة المجموعة إن شاء الله يعني راح نشوف مباراة تكون تكون قوية فوق الميدان وتكون خاصة تكون حاضرة فيها الروح الرياضية بين بين المنتخبين وإن شاء الله نظن يعني فريقنا إحنا والمجموعة كلها راهي جاهزة إن شاء الله المباراة لعبة.